أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: من وصله مال ربوي من شخص وأمره أن يتصدق به، فهل يجوز له ذلك؟ ما يجوز إن الإنسان يأخذ الربا ويقول أتصدق به. أما لو تاب الإنسان، كان يرابي ثم تاب وعنده أموال من الربا، ماذا يصنع بها؟ يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام يستفاد منها، كالمال الضائع الذي ليس له أحد، يوضع في مشروع عام يستفاد منه. أما إنه يبي يأخذ الربا ويقول بصرفه في مشاريع أو كذا يستمر عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز له. نعم.